بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين في الفيديو إن شاء الله إن إحنا نحسن شوية أو نبدأ نتكلم آسف الـ API التانية. إحنا عملنا API بتجيب لي one user تبقى دي لبارام ليها. فأنا هروح أسيب آز الفايل اللي موجود معانا ده وهقول له أول حاجة أنا هطلب في الأول من اليوزر الاي دي اللي هو عايز يسيرش عليه، يعني هقول مثلا عامل اي دي ومايل بيساوي ومايل له انبوت. ممكن اعمل فانكشنز وكده بس يعني احنا بنركز على الفكره. انتر اي دي اوف ذا امبلوي يو وونت تو سيرش فور، دخل رقم الموظف بتاع السيرش عليه. وادي الايه الاي بي اي بتاعتي كانت امبلويز، العنوان كان امبلويز على الاي دي دوت جيسون. طبعا انا ممكن اكتب الاي دي، ممكن انا مش هتفرق على فكره، مش هيفرق كتير، احنا بس المفروض يفرق معانا يعني في الواقع الحقيقي. فانا هقوم عامل كده كده ومكتب هنا الايه الاي دي اللي لسه مدخلينه. تمام، فكده الاي دي دوت هيبقى كده العنوان امبلويز سلاش والاي دي بتاعي اللي هو رقم 1 رقم 2 رقم 10 دوت جيسون الى اخره. وادي الكي بتاعي، بس المره دي عايز ابعت كمان الاي دي بس هو يبيع كبارامز. فهقول له هنا الاي دي واقول بيساوي الاي دي اللي اليوزر دخل. تمام، والهيدرز زي ما هي، وطبعا بختبر الستاتس كود زي ما انا، والس هطبع بقى بياناته كلها. طبعا ده مش هينفع معايا الكلام ده دلوقتي، انا طبعا اللي هيرجع لي من القصه دي كلها هو امب واحد يعني. فانا كل اللي هعمله هقول له امب بتساوي اللي جاي من الريسبونس دوت جيسون وخلصنا. طب انا متاكد اللي جاي من ده واحد، وبعدين هقول له برنت مثلا الاي دي. تمام، وجنبيها اقول له امب اوف الاي دي بتاعي، واخد من ده بقى كده ايه كابي بيست 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 بيست. معرفش في ايه تاني عندي فوق هناك، بس هقول له مثلا النيم وخليه يجيب لي النيم. عندي اتخيل الجوب واقول له هنا الجوب. عندي السالري، عندي جندر، اخر حاجه عندي جندر واقول له هنا الجندر. الفترة الأخيرة ده مش محتاج له حاجة. طبعت كل بيانات الموظف بتاعي. فهعمل رن بقى كده المرة دي. هيقول لي دخل رقم الموظف اللي أنت عايزه، تقول عايز أدور على موظف رقم 10. عملت سيرش، قال لي أي دي رقم 10 النيم طلعه لي، وبعد كده قال لي جوب أنا مش لاقي جوب، يبقى أكيد ما كانش في جوب ولا حاجة. تعالى نشوف احنا كنا عاملين ايه، انا ممكن اكون نسيت. نيم جوب، في جوب بقى ايه. طب نبص عليها جوب، انا عامل جي كابتر يعني. ماشي، شو ما لقاهاش يعني. قلت له ماشي ري ران تاني كده رقم 11. تمام، قال لي ويلما رقم 11 وكذا كذا كذا كذا. قلت له كويس، لو عملنا رن تاني على رقم 7 جاب لي رقم 7 اسمه مش عارف ايه وكواليتي انجينير وفيميل وكله تمام. بكده نكون عملنا ايه السيرش على one user. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.